أطلق مسلح النار في مركز تجاري بمدينة براموس بولاية نيو جيرسي الأمريكية، ما دفع الشرطة إلى تطويق المكان وإخلائه من المتسوقين. وذكر شهود عيان سماعهم لأصوات طلقات نارية داخل مركز جاردن ستيت بلازا التجاري، فيما أكد آخرون أن المسلح قام بإطلاق النيران باتجاه كاميرات المراقبة الموجودة في المكان. كان يمشي مرتديا ملابس سوداء أمام متجر آبل داخل المركز التجاري وحاملا على ظهره شيئا يشبه بالونات الغاز. كان يسير حاملا بندقية كبيرة ويطلق النيران في الاتجاه الأعلى. في سياق متصل أكد مسؤول أمريكي أن فرقة من قوات التدخل السريع بدأت عملية تمشيط للمحال الموجودة في المركز التجاري.